أيامكم سعيدة أعزائي المشاهدين وكل عام وأنتم بخير الكتاب المقدس يقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل الله معنا والرسول بولس كتب إلى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15 وآخر آه آية 58 قال إذ يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب وهنيكم بذكرى ميلاد ربنا ومخلصنا وفادينا يسوع المسيح له كل المجد والاحترام والتقدير. ونتمنى لكم اعزائي المشاهدين والمؤمنين اياما كلها مملوءه بافراح الرب، صلواتي وصلوات طاقم الاراميه، ان يعم سلام الرب في قلوبكم وفي قلب كل مشاهد وفي كل مؤمن يختبر الفرح والسعاده الحقيقيه، ويعم السلام بيننا وفيكم وفي عراقنا الجريح وفي مصر وفي كافه دول الشرق الاوسط اعزائي آه المشاهدين بهذه المناسبه انا اقول انه صلواتنا لكم جميعا كل مشاهدينا في امريكا وكندا والذين يشاهدوننا من خلال الانترنت باقي في بقيه دول العالم ولكل الشعب الارامي والعربي وكافه الاخوه في العراق وفي مصر والسودان والدول الاخرى للمضطهدين منهم بصوره عامه صلاتنا ان يعيدها الرب عليكم جميعا هذه المناسبه بالافراح والسلام والسعاده الحقيقيه والان عندي رساله خاصه او كلمه تشجيع لاحبائنا المشاهدين المؤمنين وخاصه انتم الذين دعمتم هذه القناه ووقفتم مع هذه القناه وأقول لكم إخواني وأخواتي في المسيح، أنتم جنود مجندين للرب يسوع المسيح، كل واحد منكم يقوم بجهد جيش كامل، أنتم تحملون هذه المحبة على أكتافكم وثمر الرب ظاهر في حياتكم، أنتم تستثمرون واستثمرتم وستستثمرون في الإعلان عن قيمة الرب يسوع المسيح لا فقط في ديترويد الكبرى أو ولا فقط في أمريكا وكندا والولايات المتحدة وإنما إلى كل المسكونة في هذا الكوكب الذي نعيش فيه ومن الشرق إلى الغرب وأيضا أحب أن أقول في هذه المناسبة أن وخاصة لكم أنتم الذين دعمتم ووقفتم مع هذه القناة وصليتم من اجلنا اقول لكل واحد من عندكم انه هو سفاره بكاملها لانك انت تسير وراء علم المسيح ورافع رايات المسيحيه بهتافات هللويا نعم لقد ولد لنا المخلص المجد لله في العلا وعلى الارض السلام انا اشكر الرب من اجلكم جميعا في هذه المناسبه لانه هو اختار كل واحد منكم لكي يشارك في بناء الملكوت لتبني هذا البناء الضخم وبقليل من الموارد انا اشكر رب في الختام من اجلكم من اجل دعمكم من اجل صلواتكم اجل اتعابكم عطاياكم وتطوعكم وصوتكم في هذه القناه عن الميلاد وصوتكم في هذه القناه عن القيامه هو مثل جرس كنيسة الروم قوي جدا لأنكم جاي تنجبون أطفال آخرين للنور من خلال هذه الخدمة المتواضعة أقول لك أنت تسير وتجر معاك قلوب كثيرة سير إلى الأمام والرب يكون معك وأخيرا أقول لكل واحد من عندكم أعزائي المشاهدين والمؤمنين أنه أنت ثمر طيب وهذه القناة هي ثمر قلوبكم وقلوب الكثيرين من امثالكم، وبسبب صلواتكم وبسبب دعمكم، الله اعطانا هذه الخدمة حتى يستمتع الرب يسوع المسيح من خلالها، وهذه القناة هي مكافأة لكل الذين يحبونه اي يحبون الرب يسوع المسيح. شكرا لكم جميعا، ايامكم سعيدة ودائما تكون ايامكم مباركة وكل عام وأنتم بخير حاملين رسالة الخلاص إلى كافة أرجاء المعمورة في العالم وسلام الرب يكون معكم آمين